اول عايز اقوله انه ما ينفعش ابدا ان احنا في دوله تدعي انها دوله قانون وكده، انه في نقابه مستقله مشهره تحت رقم كذا فيطلع يعني قرار اداري ان لا تتعامل مع هذه النقابات. ده كلام لا يصح ولا يليق. احنا بعد 25 يناير كان عندنا هدفين اساسيين لن نتنازل عنهم. الهدف الاولاني هو الشراكه، المشاركه، هذه البلد بتاعتنا وكلنا ضروري لنا كلمه فيها. الحاجه الثانيه الخلافه الوطنيه. دول حاجتين لن نتنازل عنهم، دول ما حدث. مما انتم شايفين؟ اللي بيقول ان صوره 25 ما حققتش حاجه، لا حققت. حققت انه كل الناس دلوقتي عايزين يتكلموا في شانهم العام وفي حياتهم، وانه احنا كسرنا ثقافه الخوف ما قدرناش نخاف خالص دلوقتي. نقدر نقول اللي احنا عايزينه. انا رايي ان التعليم هو مربط الفرص. ان لم ناخد بالنا من التعليم دي مساله يعني هتبقى خطيره جدا. التعليم في مصر قسم المجتمع لاثنين. مجتمع الاغنياء اللي بيتعلموا تعليم على اعلى مستوى، وتعليم الفقراء. يعني اللي بيتكلم على حاله التعليم يروح لوجه الام ويشوف المدارس عامله ازاي. يعني مثلا مش ممكن ابدا انت ما تبقاش اولوياتك انك انت تصلح او تشوف 800 مدرسه هي للصوت. تتكلم في حاجات ثانيه خالص. هذا لا يليق ولا يصح. انه في اولويات. الحاجه الثانيه اللي بيتكلموا على مدنيه التعليم. المساله مدنيه التعليم مش هي دي مش هي اللي سبب تردي التعليم. تردي التعليم سببه الاداء المتدني اللي يعني من ضمن الحاجات السيئه جدا في التعليم انك انت ترفع درجات الشهادات العامه وكده وبتاع عشان الشعبيه ولا لا مش هينفع ولا يبني بلد على الاطلاق. نحن نريد تعليم ديمقراطي، نحن نريد تعليم يتيح الفرصه للاهل يعني لاستنباط المعلومه وليس للتلقين. احنا عندنا قضايا كثيره جدا. الهدف من انا بحيي النقابه المستقله اللي طلعت هذا التقرير او هذا المشروع، وانا بقترح عليكم انكم صحيح انا عارف ان الكلام ضعيف ولكن عندكم نقابات في كل مكان، ان احنا نروح نعمل شراكه ونعمل حوار مجتمعي حقيقي في كل محافظات مصر ويكون فيها كل الشركاء، يعني يبقى فيها كل اطراف العمليه التعليميه، يعني يبقى فيها اولياء امور ويبقى فيها تلامذه. العيال الصغيرين دول اللي انتم بتستهينوا بيهم دول عباقره. وانا اشتغلت معاهم لمده 10 سنين وعندهم افكار وعندهم وكانوا بيجيبوا وزير التربيه والتعليم يعني المناقشات كانت شديده الاهميه وشديده الخطوره. فضروري يبقى في اولياء امور، ضروري يبقى في الطلاب، ضروري يبقى في معلمين، ضروري يبقى في مدير المدارس، كل اطراف العمليه التعليميه في المحافظات، لانه في مؤتمر مهم جدا هيتعمل في مارس في جامعه القاهره بيدعو عليه الجامع القصار، بيدعو عليه كل الاطراف. نفسنا يبقى عندنا ورقه مكملينها من كل المحافظات باسم النقابات المستقله للعرض في هذا المؤتمر. نحن ايضا نتمنى ان تكون هناك استراتيجيه